للمزيد بشأن خلاف شركاء العملية السياسية بشأن تسمية رئيس وزراء للحكومة الجديدة وكذا رفض متظاهري ثورة تشرين للعملية السياسية برمتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ انتهاء اجتماع الكتل السياسية المختلفة في منزل عمار الحكيم دون حسم الجدل فيما يتعلق بتكليف الزرفي؟ أهلا بكم وبمشاهديكم الأكارم. بالنسبة للأحزاب الدينية لا زالت متمسكة بالمقاصد الطائفية، وحتى التفكير أن هؤلاء متمسكون بهذه العملية نتيجة مصالحهم الشخصية، لأنهم لا يريدون أن يتركوا السلطة، وبالتالي يعرفوا جيدا أن نهايتهم المحتوم على يد ثوار ساحات التحرير ستنتهي بشكل دائما معروف ومفهوم لدى الآخرين بأنهم يجب أن يحاسبوا خلال هذه الفترة التي حكموا فيها منذ الاحتلال عام 2003 حتى هذه اللحظة. نعم سيد نعم سيد محمد، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم تفضل، أكمل الإجابة. إيه، وبذلك هم جاءوا بهذا الاجتماع على أمل أن يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية لأنهم معترضين على عدنان الزرفي. نعم. وكما هو معروف من هو عدنان الزرفي، ولكنهم يريدون أن يبنوا هذا البناء على علاقات تجهزهم بالتالي من أجل وضع صيغة معينة لبقائهم في السلطة حتى تسير الأمور كما هم يريدون، من أجل أن ينهبوا ثروات العراق ويرهنوا ثروات وسيادته الوطنية لآخرين. وبالتالي هم جاءوا بهذا الاجتماع من أجل أن يتفقوا على صيغة معينة ينقلوها إلى رئيس الجمهورية بأنهم رافضين لعدنان الزرف. نعم سيد محمد، سيد محمد، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بقراءتك لاختلافات أو خلافات الكتل السياسية الشيعية، لكن باعتقادك هل ارتخت القبضة الإيرانية في العراق في ظل هذه الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية الشيعية، لاسيما وأن شمخاني في زيارته الأخيرة للعراق أوصى بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، هل فعلا ارتخت قبضة إيران على العراق؟ باعتقادي زيارة علي شمخاني جاءت هي للتدخل الفظ في الشأن العراقي، لأن الإيرانيين لهم مصلحة أساسية بتواجد هذه الكتل الشيعية على مركز السلطة، ولذلك عندما اقترح حتى أن يكون عادل عبد المهدي هو مكمل لمسيرة الأربع سنوات اللاحقة أو القادمة، وبالتالي هم يريدون مصلحتهم، ولذلك هناك صراع متباين وواضح بين الكتلتين الإيرانية والأمريكية، لأنه المحتل يريد عدنان الزرفي وهؤلاء يريدون أحدهم وليكن من بدر على سبيل المثال، وبالتالي يضمنوا مصالحهم الشخصية في العراق. نعم سيد محمد، على سبيل ذكرك للميليشيات كما تفضلت في نهاية إجابتك، على سبيل ذكرك للميليشيات، فريق الميليشيات الرافض للزرفي يقود حاليا حراكا ضده لإجباره على الاعتذار كما فعل علاوي، هل نحن أمام تكرار متوقع لسيناريو اعتذار علاوي ربما يكون بطله الزرفي في الأيام المقبلة فيعتذر؟ أنا باعتقادي أنه الزرفي ماضي بالنسبة لتكليفه بتشكيلة الوزارة. نعم. والواضح من أنه جاء إلى رئيس الجمهورية بوفد متعدد من أعضاء البرلمان ليقول له أن هؤلاء معي، وبالتالي هو أخذ كارت بلانش من سائرون
من سائرون ومن جماعة النصر اللي هو محسوب عليهم بالتأكيد. نعم. باعتباره هو جزء من مجموعة النصر، ولذلك باعتذار ما راح يكون، وإنما سيكون هناك قد اعتراض من قوى سياسية موجودة بالبرلمان وهي الممثلة لهذه الميليشيات. نعم. الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.